2024 لمجموعه البنك الدولي. باستخدام بطاقه الدفع فان هدفنا هو جعل هذه العمليات اكثر ملائمه والسرعه والشفافيه. اما فيما يخص الاصلاحات الجديده في القطاع التامينات بالجزائر فانها تشمل المحاور التاليه: تعزيز جهاز الضبط ورقابه القطاع التامينات من خلال انشاء سلطه مستقله للضبط والاشراف، تطوير السوق لا سيما من خلال تكريس التامين التكافلي كنموذج جديد للتامين وادخال التامين المصغر يعني لا ميكرو اسيرونس، قصد توسيع نطاق التامين وتحقيق التامين الشامل، رقمنه القطاع التامين من خلال ادخال بيع منتجات التامين عن بعد، قصد تعزيز رقمنه قطاع التامينات وتعزيز الملائمه يعني السولفابيليتي لشركه التامين من خلال الالزام بوضع نظام رقابه داخليه. وتكلل جهود الاصلاحات هذه لا محاله بالتاثير الحسن على بيئه الاعمال في الجزائر وعلى تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي على حد سواء، وبالتالي المساهمه في النمو والتنميه الاقتصاديه في بلادنا. وزاره الاعلام، الحضور الكرام، فيما يخص مسألة رقمنة التي نالت الحظ الوفير في النقاشات خلال اجتماعات رابعة مجموعة البنك والصندوق الدوليين، أضحى من الضروري أن تظل الجزائر الطليعة النهضة التكنولوجية لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الكفاءة والشفافية والابتكار في جميع قطاعاتها الاقتصادية. في هذا الإطار فقد لفت انتباه الهيئات الدولية إلى الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الجزائر للانخراط في التحول الرقمي على جميع المستويات ولا سيما على مستوى القطاع المالي، أين تم إعداد استراتيجية جديدة لرقمنا تتمحور أساسا حول الإصلاح الميزانيتي والمحاسبي يعني عصرنا الأنظمة الميزانيتية، عصرنا إدارة الضرائب وأملاك الدولة أو الأملاك الوطنية والجمارك، حيث تشكل رقمنا في هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة الرافعة الرئيسية لتحسين جودة الخدمة العمومية والشفافية والنجاعة في التسيير المالي العمومية والقضاء على الآفات والبيروقراطية. وبغية التنفيذ وبكل الالتزام هذا البرنامج الإصلاحي الواسع، ركزت الوزارة المالية أشغالها على المحاور الرئيسية التالية: تضمين النمط الجديد لتسيير المالية العمومية والمتمحور حول الأداء، إعادة تنظيم الإدارة المركزية بإحداث هيكل تنظيمية تكلف بالإصلاحات وإدارة التغيير، رقمنة وإزالة الطابع المادي على النشاط المالي العمومية، تحسين الكفاءة الموارد البشرية من خلال تكثيف برامج التكوين، تحسين ظروف العمل من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة وحديثة ومتكيفة مع برامج التحول الرقمي، تحديث والتوحيد موارد تكنولوجياً المعلومات. وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فإنه في إطار مواصلة الإصلاحات والبرنامج عصرنة الإدارة الجبائية الذي ركز منذ عدة سنوات على مراجعة هيكلة الضريبة وتبسيط الإجراءات الضريبية وإعادة التنظيم المصالح فضلا عن تعزيز وسائل التدخل، قامت المديرية العامة للضرائب بإعادة هندسة إجراءاتها من خلال إشراك مختلف المتعاملين الاقتصاديين وممثلي مختلف القطاعات، ومن أجل تبسيط قدر الإمكان الإجراءات الإدارية والالتزامات اتجاه المكلفين بالضريبة مع ضمان التبادل المعلومات. وفيما يتعلق برقمنا، تم إطلاق نظام المعلومات الجبائي جبياتك وفقا للمعايير الدولية
ومتطلبات المحاسبة التحليلية، وكذلك معايير التسيير العصري للإدارة الضرائب. أما بالنسبة لبرنامج عصرنة إصلاح لإدارة الأملاك الوطنية، فقد تم التركيز بصفة أساسية على تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذا تنظيم مصالحه وتعزيز إمكانية التدخل من المنشآت القاعدية والموارد البشرية، ورقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الدولة. ومن هذا المنطلق، فقامت إدارة أملاك الوطنية بتطوير كافة التطبيقات اللازمة بمهاراتها وإمكانياتها الخاصة، مع توطينها في مركز البيان أو البيانات التابع للوزارة المالية. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص أنه في إطار تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، قد تم دمج كل المصالح الحفظ العقاري ومصالح مسح الأراضي خلال سنة 2022، وهذا بغية التحسين أداء إدارة الأملاك الوطنية. وتؤكد كل هذه المبادرات على التزامنا بالاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية. أستاذ الإعلام حضور الكريم، فيما يتعلق بالأفاق الاقتصادية لبلادنا، والتي أثنت عليها لأول مرة بعثة المراقبة على التي قام بها صندوق النقد الدولي وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية التأسيس هذا الصندوق، فإنها ستستمر في دعم الإصلاحات التي تم القيام بها والتي أرصت أسس النمو الاقتصادي القوي والمستدام. وتظهر المؤشرات الأخيرة بوادر مشجعة في هذا المنوال، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية مدعومة بالتزامنا المستمر في السياسات الاقتصادية الحكيمة والإصلاحات الهيكلية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يؤدي تركيزنا على الابتكار والتكنولوجيا الرقمية إلى تعزيز الإنتاجية وتقوية القدرة التنافسية لمؤسستنا في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإننا ندرك أيضاً التحديات التي تنتظرنا، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية والضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية. ولهذا السبب، فإننا سنظل يقظين ونلتزم بتنفيذ سياسات مرنة للتخفيف من هذه المخاطر والتقليل من أثرها، بما يحفظ الدعم النمو الاقتصادي لبلادنا. وفي الختام، إنني على ثقة من أن بلادنا تسير على النهج الصحيح للتوظيف الأمثل لإمكانياتها طبعا ومواردها الاقتصادية، وسنواصل العمل دون هواده على خلق البيئة الجذابة للاستثمار المواتية للأعمال وتشجيع الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري. In conclusion, I am confident that our country is on the right track to optimize the use of this full economic potential and resources. We will continue to work persistently to create an investment-friendly environment conducive to business, encourage innovation and investment in human capital, to ensure a prosperous future that includes all our citizens without exclusion. Shukran jazilan, thank you very much. Thank you. أما الآن سأكون سعيد لفتح للنقاش معكم والإجابة على بعض استفساراتكم وتساؤلاتكم، سواء كانت باللغة الإنجليزية، العربية، الفرنسية أو الأمازيغية، فتفضلوا. نشكر السيد الوزير على هذه الكلمة
التي أفاض من خلالها بمعلومات وتوثيق قيمة. أريد الإطالة، أريد نفتح النقاش مع الإخوة الصحفيين، فتتفضلوا. مشكورين. معلش ما فيش مشكلة، نحن في الاستماع. أنا وي شوفوا شوفوا مدام إذن مشاهدينا تابعتم الندوة الصحفية لوزير المالية العزيز فايد بعنوان مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي والصندوق النقد الدولي.